نتحدث عن موضوع له أهمية كبرى متعلقة بالتنمية المحلية، ونحن الآن بصدد سلسلة مواضيع حول واقع التنمية بولاية الواد وبعاصمتها وادي سوف. ربما اليوم سوف نتحدث عن الواقع البيئي في هذه الولاية الذي ما زال لحد الآن يعاني معاناة كبيرة رغم المجهودات المبذولة من كل المؤسسات، إلى أن هناك خور كبير فيما يتعلق التعامل مع البيئة أو معرفة البيئة الصحراوية على أنها بيئة هشة، ولحد الآن ما زلنا نعاني معاناة رهيبة ربما لانتشار النقاط السوداء كأنها فطر في هذه الولاية، متعلق الأمر بالسوق ومتعلق ب المناطق الهشة في سيدي مصور وربما بقرب الجامعة، الأسواق الوسخة، ربما المدينة التي تغزوها الأتربة والغبار والتلوث الموجود لحد الآن، مدينة موبوءة حقيقة. ونقول الكلام هذا ليس هو ربما من باب الغيرة على هذه البلدة وهذه الولاية، حتى نحفز ونجحذ كل الهمم من أجل بيئة نظيفة نقية، من أجل مواطن سعيد في بيئته. ربما سوف نتحدث كثيرا عن الشجرة ودورها الحقيقي في ربما تجميل المحيط وفي توفير الظلال وربما إعطاء اللون الأخضر للمدينة، ومتى يتحقق مشروع المدينة الخضراء التي يحلم به كل مواطن في جزائر في هذه الولاية. لمناقشة هذا الموضوع استضفت كل من الناشط الجمعوي وصاحب جمعية التنمية والترقية الاجتماعية، وهي جمعية ناشطة وهي الآن قائمة بمشروع وبمخططات من أجل تهيئة الإقليم وتشجير مساحات كثيرة داخل هذه الولاية. سوف نتحدث عن أفاق مشروعه وعن ما قدموه من مجهودات بصفتهم كأحد الجمعيات التي تمثل المجتمع المدني في الولاية. هذا المجتمع المدني الذي نعلق عليه الكثير وللأسف ما زال لحد الآن لم يقم بدوره الحقيقي في مواكبة هذه التنمية وفي مواكبة السلطات وربما في المشاركة الفعالة من أجل البيئة النظيفة لهذه المنطقة وفي كثير من النقاط. أيضا أستضيف السيد سي ميلود قدول، وهو قدول مسعود، وهو ممثل مديرية الغابات لولاية الوادي، وهو اعتقد ممثل خلية الاعلام والاتصال والحماية ايضا، ورئيس مكتب الحماية. تشرف بك سي مسعود. بدي هذه بدء اتشرف بكما الاثنين ونرحب بكما، وان شاء الله سوف تكون هذه الجلسة مفيدة وان شاء الله يتفاعل معنا الجمهور القناة وأبناء هذه البلدة بأرائهم وبأفكارهم أيضا حول مساهمتهم وتصوراتهم لهذا العمل. أبدأ بك يا سليم، ربما أنا استدعيتك واستدعيت الأستاذ نظرا لمشروعك الأخير في عملية التشجير، وهو الذي لفت انتباهي وقلت لابد أن تتحدث عليه ونعطيك فرصة في الفوروم حتى تتكلم عن هذه المشروع. إذن في الدباجة تحدثت عن واقع البيئة في ولايتنا حقيقة، وربما أنتم كنشط في المجتمع المدني وفي جمعية التنمية والتنمية الاجتماعية، وهذا مفهوم كبير حقيقة، لو تحدثني عن إسهاماتك، تصوراتك، فلسفتك وفلسفة هذه الجمعية والتعامل مع المحيط والتعامل أيضا مع المؤسسات الأخرى التي تشارككم هذا الهم. تفضل سيدي. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك الشيخ أحمد ديدي على هذه الاستضافة. أولا جمعية التنمية والترقية الاجتماعية عندنا ياسر نشاطات درناها في الجانب البيئي، نعم، وحملات تشجير، هو نظرا للوضع البيئي الكارثي اللي موجود في ولاية الواد، نعم، كما رانا نعرفوا ياسر نقاط سوداء كما سوق الخضر وسيدي مسطور ياسر نقاط راهي معناها تمس بالبيئة في، نعم، المدينة. نعم، من قبل كانت لنا الكثير من حملات النظافة حول نظافة المحيط خاصة في داخل الأحياء ومحيط المدينة ككل،
وبعد قمنا بحملة تشجير في شهر رمضان الفارط. قمنا بحملة تشجير هي حملة معروفة، حملة غرس 1000 شجرة في مسجد بلدية الواد فقط. نعم. والحمد لله زرعنا الكثير من الأماكن ومست الكثير من المساحات الخضراء. إنما من بعد نحكي عن العراقيل والمشاكل اللي تلقيناها في هذا المشروع. والآن رانا في صدد إن شاء الله تحضير أكبر حملة تشجير إن شاء الله في تمس ولاية الواد كامل وكل البلديات. أطلقنا عندنا صفحة أطلقنا عليها معا لمدينة الواد خضراء. هذه الصفحة تاعنا، وبإذن الله إن شاء الله حضرنا أنواع الأشجار اللي العملية هذه راح تتم بدراسة، ودرنا دراسة مقبل وراح تتم دراسة، وعندنا برنامج تاع المتابعة بعد الغرس. الناس كل تقول لك نزرع الشجرة وبعد ومن بعد احنا عندنا برنامج بعد إن شاء الله تاع متابعة، وإن شاء الله يكون بتنسيق مع مديرية الغابات والبلدية. كيفاش الشيخ أحمد؟ إن شاء الله سوف للأسف اتصلنا بالبلدية، والبلدية غائبة تماما. اتصلت شخصيا بسيد رئيس مجلس الشعب البلدي، لم يعدني اعتبار، ربما سمعت أنه مسافر، ما رحنا البلدية ما عرفنا ما نتلاقهم حتى مع واحد. نعم نعم، هذه كلهم في عطل، كلهم بلدية غائبة كل غياب عن هذا، وإن شاء الله يسمحهم النداء، يسمعوا النداء تاعنا هذا، ونعوضوا حصة أخرى يحضروا فيها إن شاء الله. من المفروض البلدية تكون حاضرة وتكون عندها رأيها، لأنها هي مسؤولة عن عملية التشجير وعملية التسقي وعملية التقليم وعن عملية ربما حتى تهيئة القليم والنظافة. لجنة كاين لجنة خاصة بالسماح، لجنة البيئة والصحة و و و و نعم. أيضا سي مسعود، وأنت رك ممثل الغابات وتمثل ربما قطاع الاتصال، ولو تحدثنا عن دور، لأن الكثير الآن مش عارفين دور مديرية الغابات في عملية التشجير وفي عملية دورها الفعلي داخل المدينة أو خارج المدينة، هذه واحدة. اثنين، المشاهد التي لديكم وكيف تتعاملون مع هذه الجمعيات وما كل ما له مبادرة يريد أن يشجر داخل المدينة أو خارجها. حدثني عن هذه النقطة أول. نعم. درجة أولى. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بالضيف الكريم اسمه سليم رئيس الجمعية، ونشكرك سي أحمد على هذه الاستضافة التي من خلالها ننور الرأي العام والله بمختلف المهام التي نقوم بها، وكذلك المهام اللي يقوم بها رئيس الجمعية. نعم. يعني هو موضوع مهم جدا التشجير يعني في ولايتنا، خاصة في هذه الفترة الأخيرة اللي تميزت بفترة جفاف كبيرة وارتفاع درجة الحرارة، إضافة إلى رياح رملية، دونك يعني هذه الأسباب راح تأثر تأثير بليغ على كما نقول احنا المظهر الجمالي والله على الإخضرار فيه على مستوى الولاية. نعم. كمحافظة الغابات هي مؤسسة عمومية تهتم، من بين المحاور الرئيسية انتهى هو توسيع الثروات والثروة الغابية على مستوى الولاية. احنايا في كإدارة غابات نقوم بإطلاق عديد المشاريع اللي في مجال التشجير. التشجير نتاعنا يرتكز اساسا حول حمايه التجمعات السكانيه والمنشات القاعديه من الترمل. هذا عن طريق عمليه تشجير، يا اما تكون عن طريق باقات اشجار او احزمه خضراء لحمايه المنشات القاعديه، مثلا الطرق. نعم. تشوفوا مثلا الطريق الوطني رقم 16، الطريق الوطني رقم 48. نعم. تكون عمليه التشجير على شكل اشرطه، وهذا على فترات، مش كل في عام او في على مدى سنوات يعني. نعم. يعني تكون وفيها متابعه. راح تكون مثلا عمليه صيانه لهذه المغروسات. كذلك من بين الأهداف تاع التشجير وتحسين الإطار المعيشي للسكان بإنشاء وتطوير المساحات المشجرة. عندنا كان هدف حماية المستثمرات الفلاحية بمصدات الرياح البيولوجية، يعني أشجار مصدات الرياح. نقوم مثلا تسليم الفلاحين
مصل الرياح كازيارينا ولا كاليكاليتوس ولا يستعمل أشجار أخرى من الأكاسيا لحماية المستثمرات الفلاحية من الترمل. اسم هذه ثاني هدف هذا. وكذلك مرافقة سكان الأرياف في برنامج التجديد الريفي. احنا دوكا كإدارة غابات الدور نتاعنا يرتكز أساسا كي ترعي راه يكون خارج المدينة وين ينتهي وين ينتهي العمران تبدأ. هذه في المناطق التلية مثلا في مناطق الشمال تلقى الغابات ما تكونش داخل خارج المدينة، تكون خارج المدينة عبارة عن يا إما تكون غابات حضارية أو غابات شبه حضارية هكا التسمية نتاعها في قانون المساحات الخضراء شغل مصنف فيها كيما هكا. وكاين الغابات تابعة لأملاك الأملاك الوطنية الغابية اللي مؤخرا يعني نتأسفوا يعني تعرضت للحرائق كبيرة. أريد أن أصحح معلومة ربما عندكم. الآن المجتمع المحلي يتحدث عن مشروع التشجير اللي قام به السيد الولي السابق عمر حطاب. الكثير من يقول من اللي الولاية لم تشهد حركة تشجير بذلك الحجم في قضية الطريق ما بين الواد وقمار، طريق تاع الرباح ربما للأسف حسين عبد الكريم، ربما الطريق تاع اسمها لور نحكوا عليه جهة واد العلندة. طرق قنصة جديدة بعد الطرق هذيك واني ما فيهاش كل كان اليوم يقول لك معناها لم نشهد. هل الآن مديرية الغابات راهي مواصلة هذا التشجير وذكرني بالشيء هذا، أم أن بالفعل الولاية لم تشهد معناها حملة كما هذه الحملة اللي فاتت في قضية التشجير؟ يعني هو الفترة تاع التشجير كانت في عهد الولي اللي يعني هذا كنت انطلقت العملية التشجير في الولاية هنا. نعم. والأسباب اللي كانت في عملية التشجير بهذه الكثافة أنه كان ظاهرة صعود المياه. نعم صحيح، كان ظاهرة صعود المياه. ومن بعد كانت داروا هكا دراسات أنهم باه يديروا الأستاف هذيك الطول، ولا اقترحوا أنهم يديروا الكاليتوس لأنه يمتص الكمية كبيرة الماء كبيرة من المياه. ثم اقترحوا كحل لمكافحة ظاهرة صعود المياه. نعم. دونك في الفترة هذه كانت كما نقول احنا حملة تشجير مكثفة. نعم. ولكنه يكون في علمك يا سيدي أحمد معليش التشجير أو مليح، ولكنه الأصعب حاجة أنك تحافظ عليه على مدى سنة والمرافقة. نعم. ما أعطيك الصحة. وتحافظ مثلا على مثلا المساحة الغابية أكثر من 270 هكتار ولا يعني كحزيمة خضراء وباقات تحافظ عليها مش حاجة سهلة. أي الصيان هذه المتابعة اللي راه يحكي عليها كما قال لك مش غير صورة. لا، هل في عملية تشجير ثاني وعملية أخرى وأحزمة أخرى معناها أضفتوها ولا؟ نعم، قوموا تما في إطار برامج تشجير. أيوة. قوموا بعملية مشاريع اللي كما نقول احنا مشاريع صيانة. أولا صيانة هذه الأحزمة الخضراء اللي تغرس في العهد هذاك، صيانة مثلا بومبات أبيار شبكة السقي المهترئة. كاين دي فوا يتعطلوا الآخر الآبار نعودوا نصلحوهم. هذه مثلا هذه بالأهداف الصيانة. وكاين كذلك عملية تشجير أخرى نقوموا بها على مستوى الطرقات. أيوة. ما ترعيش أنا غير في المستوى الولاية، كان على مستوى الطرق البلدية. كنت نروح منا كل مرة نديروا عملية تشجير مثلا على مستوى الأحياء ومن بين مثلا الحي اللي ديما ذكروا حي ما شاء الله تاع كوينين، بلدية كوينين، حي سانك جويليا فيهم جمعية ثانية هما ربي يبارك معاشنا. مشروع تشجير صالح يعني بنسبة 100%. وهذا الدور اللي تلعبته الجمعية تاع الحي أنها تقوم بمتابعة والسقي. درك عاود ذاك الحي هذاك الهدف هذا تاع المشروع هو حماية السكاين تاع حي خمسة جويلية هذاك. درك ولا هما استفادوا الحي ذاك ما كانش ترمل والله لأنها كان مفتوح على الكثبة الرملية. وكان فيه مناطق وعد كان فيه أحزمة ولعب لولاثم، كان فيه أحزمة ريموكة للبلدية مثلا قد السقية وكذا مثلا. نعم كاين مثلا، لأن نشوف باللي طريق قمار الواد هذا من ناحية تغزوط ما شاء الله بلدية تغزوط خيمة، ولكن منطقة كونيت كان إهمال هذا كبير. يعود الدور تاع البلدية في الصيانة وفي المتابعة. أيوة. لأنه بها كاين نقاط بها تصلح مشروع. أنا واش لازمك؟ لازمك السقي، شبكة السقي، ولازمك الصيانة والمتابعة. المتابعة السقي وش هي؟ تكون عن طريق عمال. احنا النهار لو احنا في المشروع نتاعنا نديروا مثلا عامين سقي. نعم. ومن بعد تكمل الكونترا تاع هذوك البلدية نسلموه للبلدية، البلدية تكمل المتابعة تاع دروك صديبو على حساب
البلدية كاين اللي يهتموا كاين اللي مهتموش كاين اللي ما باليش كل واحد الظروف نتاعه. جميل. ربما نشاهد بعض المشاهد اللي رصدتها الكاميرا كاميرا التحرير فيما يخص الإهمال وعدم العناية بالتشجير إلى أدى إلى وفاته، وربما أصبح صورة مشوهة للعاصمة الولاية الواد. سي فتحي أعطينا بعض الصور رصدتها الكاميرا الآن، حقيقة صور ربما تبعوها معي. نعم، هذه صور حقيقة أشجار ميتة ولحد الآن ما زالت موجودة في قلب المدينة وفي طرقاتها، أشجار يابسة ما ليس لها علاقة بالحياة، أنا لا سقي ولا تقليم الأشجار ولا نزعها في حد ذاتها، هي صور مشوهة حقيقة نشوف فيها الآن. الصور أدنى، نعم، صور حقيقة دل على بؤس حالة التشجير عندنا وعدم المرافقة وعدم الاهتمام بالشجرة. شغل راني خليها الشجرة تموت ولا نسقيها ولا نقلمها ولا ربما نصلح حتى الفضاء اللي حولها، أعشاب يابسة، هي صور حقيقة مأساوية كما تشاهدون مواطنين لهذا الواقع، واقع التشجير في هذه الولاية. تحس ليست هناك جدية وليست هناك متابعة وليست هناك مرافقة لواقع الشجر في هذه الولاية. كيفاش احنا نبحث عن مدينة خضراء ومدينة يكون المتنفس تاعها هي منتجعات، هي فضاءات خضراء حتى يستريح المواطن، وحتى ربما أصبحت المدينة اليوم مختنقة بالسيارات وبالأتربة وبدخان السيارات، هناك تلوث رهيب جدا، ولا تبحث عن فضاءات داخل هذه المدينة للاستراحة لا تجد إلا بعض النقاط فقط، وهذه النقاط غير مؤهلة كما الساحات المعروفة، ساحة علي بيا أو ساحة اسمها الجالوري سابقا وربما والأمير عبد القادر التي فقدت دورها ونسوها. وحتى بعض المعالم الجديدة التزيينية اللي يبنوا فيها يحطوا لك شجر ميت ونخل ميت كما الرومبان الموجودة مقابل مستشفى الكونسير، تشوف معنا شجر نخلة أرض 3 و4 و5 سنوات ميتة بعد وحاطينها هكذاك. وانظروا هذه مجموعة من الأشجار ميتة أيضا في طريق اللي يربط بين الرباح وبين الواد، تحس هناك إهمال رهيب جدا. أكيد سي سليم وأنتم نشيطين على مستوى التشجير، وربما راكم تشاهدوا حالة عملية التشجير الفوضوي والإهمال وعدم المرافقة وعدم استعمال أو ما يسمى بالمعايير العلمية. ربما سوف تحدثنا سواء تعلق الأمر بنوعية الأشجار التي تشجر، هناك أشجار لا تصلح لهذه البيئة وربما بذلوا أموال كبيرة في اقتنائها وتموت بالخف، وما زال لحد الآن مصرين على أنهم يجيبوا في الفكيس وغيرها، بينما هناك أشجار تتلائم مع محيطنا الصحراوي. وحدثني عن هذه النقطة بالذات. والله نشوفه في جانب التهيئة، كي تتعاود في بلاصة الترطوارات والأمور وكذا نجيبوا الشجرة تاع بالنسبة تاع الشجرة تاع الفكيس. نعم، وحنا الناس كل صغير ولا كبير ولا أهل اختصاص ولا مش أهل اختصاص. نعم، الشجرة تاع الفكيس هذه باني معروفة ما صلحتش في ولاية تاعنا. المشكل إنهم قاعدين مصرين على شجرة الفكيس، معناها ما كل عندنا تو نتبع عندنا قريب تو مثلا 10 سنوات الأخيرة. نعم، تموت شجرة الفكيس، العام الجاي نديروا سيميسيون ونعاودوا شجرة الفكيس. ايه، ما داروش دراسة عليها، ما صلحش درجة الفكيس هذه، وعلاش ماتت وعلاش ماتت وعلاش ماتت وعلاش ماتت، وقعدنا نعاودوا حتى تخرج سيميسيون سواء في البلدية ولا في التعمير والبناء ولا في أي بلاصة. وبرغم احنا رانا اتصلنا كيما نقولوا احنا في التعمير والبناء وقلنا لهم باللي الشجرة هذه راهي ما تصلحش، صح، يبقوا مصرين عليها لحد الآن. الشهرين اللي فاتت مقاول باش يسلم المشروع تاعه، زرع الفكيس زاد مات، قالوا روح سجر، عاود سجل الفكيس وسلم المشروع تاعه بالفكيس راه صالح والسلام عليكم. حنا تروح للشط، طريق الشط تو طريق الشط قريب فيه واحد 150 ولا 200 شجره نجحوا زوز في الفكيس زوز نجحوا ما صلحش الفكيس. احنا عندنا علاش تو احنا بالنسبه حتى تتصل بالغابات تقول له معناها تو ما عندكمش القانون باش تدخل في المشاريع هذه وكذا، يقول لك انا علي عندي تقرير نديره
قال لي شجرة هذه راي ما عدناش ما عادش معناها تصلح في الولاية مع بالرغم السنوات الأخيرة درجة الحرارة مرتفعة على الأخر ياسر فهمت ولا هذا وهذا راجع من قلة التشجير في ولاية الواد اللي هو اللي خلي الارتفاع تاع درجة الحرارة يقول لك ني عليا ندير ما قدش ما نزيد ما عنديش الحق باش ندخل في الأمور هذه وين كان ولا وتصنحنا بالإدارة المعنية يقول لك ني عندي 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 برنامج نتبعه من الوزارة الفوق معنا ما فيش عملية تكييف لواقع ما عدناش ما عدنا حتى دراسة بالرغم عدنا احنا الأشجار معروفة في الواد قبل كتنوز لبس عليها الواد نعرف انت ممكن هناك كبير عليا ونا نشفة غير شوي الواد كانت أخضر من تو أكيد كانت خضراء أكيد الرامبوة تاع 35 هنا كون وري لك واحد التصاور عندنا غاج النرمور أنا فوتناه وشافوها الناس معروفة عند كانت مضللة نعم عندنا نوع تاع أشجار احنا تو بالرغم احنا باش نديروا حملة تشجير جلسنا مع ناسات مختصين وعندهم مشاتل هنا في الواد وزرعنا في عز الصيف زرعنا واحد الأشجار نوعية أشجار وناضت وراهي ناجحة كما نعطيك واحد زوج أشجار توما معتمدين عليها في حنايا في الحملة تاعنا بإذن الله شجرة السدر وشجرة الغاف نعم هذم أشجار ما شاء الله أشجار معناها يتلائموا مع البيئة الصحراوية يا ولد شجرة السدر هذه واني وش نقول لك ممكن نبالغ نقول لك راهي تنوض بلاش ماء نعم اسمه مقاومة جدا مقاومة جدا زرعناها احنا بالعشرين يوم ما تصبرش حتى مستقبلا هذا نعم. هذا المشروع احنا زرعنا درت عندي الحملة التشجير اللي فاتت ألف شجرة زرعت واحد الأنواع وتبعت واحد النوعية كما يقول واحد يقول نوعية يقولها الطروان تشبه فصيلة تاع الفكيس نعم تزرعها اليوم غدا تلقاها كحلة وتشي تحتها ما تصلحش بالله غالب ما تصلحش النباتات الزينيه شغل ظليه كيما نقولوا تحملش عطيك صح حنا هذا من الاشجار اللي يقولوا حنا ظليه عندنا السدر عندنا الغاف عندنا المورينجا وعندنا الدادونيا وزنزلخت هذا ميني بالتجربه جربناهم وراح ندخلوهم باذن الله ان شاء الله في المشروع تاعنا تاع هذا انتم كجمعيه مدنيه ما عندكم مصاريف ما عندكم دراهم ما عندنا حتى احنا ريحنا مع بعضنا شباب غيور على الولايه تاعه عدنا نشوفوا ما عدناش قادرين حتى النظر تاعنا تعب النظر ما كانش حتى حاجه خضرات كل شيء اصفر كل شيء اصفر راك فهمني حتى بالنسبه للمشروع اللي تحكي عليه تاع المشروع تاع الوالي السابق اللي دار المشروع تاع التشجير والأحزمة نعم كما قال الأستاذ اللي راهو السبب بتاعه هو امتصاص المياه الصعود الجوفية اللي راهي صاعدة عندنا ياسر في الواد هنايا نشوف شو راهو كلها أصفر نيه حتى الرعاية ما كانش بصراحة أنا آخر النهار حبيت أن رحت لواحد الولاية في التل لقيتهم مقلمين الشجرة مخلين فيها واحد 3 مترات ولا 4 ما فيها لا ورقة لا غصن لقيت تاع الغابات يخدموا فيها تقدمت لهم نيا وحبيت نسقسيهم قلت له علاش راكم تديروا له قال لي باش يكبر الغصن الاصلي تاعها وانت يكبر القطر تاع الغصن تاعها قال لي تقدر تعيش حنا بصراحه نشوف في رحت الباقه حدا الجامعه ومعنا تاع الغابات تلقى الشجره كبيره فيها قريب 15 متر تلقى القطر تاع الغصن تاعها تاع الاصلي تلقى 20 30 كاين ولا لا سيفري صح هذا علاش تو نعطيك نيا هذه علاش سقسيت عليها انا ممكن معنا المختص سقسيت عليها قال لك الشجرة لما ناضت ما ناضتش من خطر يقلموها يقلموها مش تروح للقوة لازم نقلموها على الأقل عامين احنا نقلمو فيها حتى تحب تقول بلي النمو مش يروح عمودي يروح أفقي يروح أفقي الساعة كي تتمكن الشجرة من القوة تاعها تولي القطر تاعها 50-60 حتى 80 تطلع خلوها تطلع على روحها نسيبوها تطلع أما ما زالت ضعيفة ما قدرش عليها تشوف في احنا ال كما نقولوا احنا هذا السماه راحت لي حتى اسمع كلاتوس ايه. الكلاتوس نشوف فيه كل مره عاد يطيح معناها تولي كلاتوس واقفه خضراء في كل الارياح الغصن تاعها كي تشوف الغصن تاعها لداخل تلقاه في طبقات قهوي شغل في اللين معناها الماء فيه وهو يابس لداخل يخوخ لداخل وهذا رغم انه موجود شجره في الواد الان تاع كلاتوس معهد فرنسا في كونين وفي في الواد روح تاع كونين وواحد العرض تاعها شوف العرض تاعها فات 120 نعم وكالي ربما رجع الفكره هذه اللي تحكي عليها انت انا رحت له الاختصاص ورحت الولايه هذه ويني في خانشلا نعم رحت كي تفاجاتني كي رحت نلقى شجر
كنت نريح تحتهم نلقاها ما فيها حتى ورقة. قال لي نحضروا فاهم باش تنطلق الموسم الجاي. الشجرة لازمني نخليها يقصها يقصها بك هكا واحد 4-5 مترات يقصها ربعة كان اللي فيها 3 مترات كان اللي فيها. قال لي لازم تعراض باش تقاوم الريح تقاوم كل شيء. ما تأخذه أنت عن عملية التشجير في الوادي الفوضوية هذه والتي لا تخضع للمعايير العلمية. أنت كجمعية عادية خاصة بالتنمية الاجتماعية في هذه الولاية عندك الأفكار هذا، فما بالك بمؤسسات موكلة لها عملية التشجير، ربما البيئة البلدية الغابات. نقول كلمة نقول كلمة تفضل بكل صراحة، راح حطاب راح مع المشروع تاعها. هذه الكلمة لازم نقولها والناس كل قالوها، راح حطاب راح مع المشروع تاعها. لو كان هضرت مع ناسات مختصين قالك لو كان كان هو تابع للمشروع لكان الغصن تاع الكلاتوس راه في الميترا والله 80 اقل شيء. كيفاش عندها تو عمرها قريب 15 سنه ولا 12 سنه ولا 15 راهي مزات في القطر تاعها 30-20 كاين راه حضر الجامعه راه ما توقف كنت خططها بيديك تنحيها طيبه كما قلت لك معناها فارغه من الداخل. جميل جدا. هذا هذه اسباب اللي ما خلتش الشجره يخلوها تطلع. هذا ما كانش تقليم. ومع كما قال لك الشيخ احمد عندنا اشجار تاع في كوينين كنت تروح تشوفها تلقاها فيها متر مزروعه قبل. وعندي هنا في النزله في الطريق تاع النزله عندنا شجر فات فيه متر ولا 80 سنتيم الغصن تاعها. هذا اللي معناته احنا مش حابين تكون كاين دراسه في العمليه التشجير وخاصه مؤخرا راني نشوف في اباده جماعيه للمساحات الخضراء في ولايه الواد سواء في الارصفه اللي راهي تنجز حديثا في التهيئه نحي الاماكن تاع الاشجار وسكر بالبافي. لماذا عليه ماكش قادر ني عندي ني ماكش قادر ولا تحس المدينه جردام انا ما فيهاش شجره تو رايح اذا كان شجره يزيد نحوها تو رايحه اكثر. كانت عندنا اشجار في طريق سيدي عبد الله نحوها. الغابات غايبه بكل صراحه. كيف شجره فيها 4 مترات تتنحو وانت ماكش عارفها؟ نعم ايه كاين مساحات. عندنا المساحه الثانيه عاودوا لها التهيئه تو مقابل تصرف الجزائر. نعم كاين شجر في كيس كان يريحوا تحت الشياب نحوها تاع التقاعد مساكن يريحوا يوسعوا بالهم نحوهم نحوهم. هنا نعرف باللي ما كانش متابعه. قول صراحه هنا نعرف باللي ما كانش متابعه. كاين اداره غايبه مش عارفه باللي راهي عندها شجره راهي واقفه في بلاصه فلانيه. نورمالي كي تغيب الشجره ندير استفسار وراهي شجره كاين ولا. سنعود اليك في قضيه مشروعكم للتشجير وتحدثني على المساحات والاماكن المراد تشجيرها. واذا كان عندكم مخططات لتهيئه المدينه انتم كجمعيه لفضاءات اخرى وتحدثني على التواصل بينك وبين الهيئات الاخرى فيما يخص لان الجمعيه تفتقد الى موارد ماليه لشراء الاشجار مثلا او عمليه السقي. نعم. هذه كلها تتطلب مؤسسات تتدخل وديروا شراكه معها. نعود اليك سي مسعود فيما يخص الغابات. استراتيجيه الغابات الان في عمليه مشروع المدينه الخضراء. كي نقول مدينه خضراء معليش قلت انت وان كان الساكنه هذه البلديه هي اللي تقوم بها ولا الجمعيات على المستوى المحيط العام للولايه. اليوم ولايه الواد راهي فيها 10 دوائر فيها 22 بلديه المحيطات الان. هل فيه تصور وفيه تخطيط استراتيجي قابل للتنفيذ من طرف مديريه الغابات في عمليه تشجير الولايه او ما يسمى بالحزام الاخضر الذي يدور بكل او يحيط بكل الساكنه سواء كان في البلديات او في مقر المدينه. نعم نعرج برك على النقطه اللي ذكرها. نعم تفضل تفضل. نعم سي سليم تاع ما يخص تقليم الكاليتوس. احنا الكاليتوس هو الهدف ان اللي غرسوه على جلبه يحمي الطرق. احنا ماذا بينا تكون كميه اكبر من كما نقول حنايا من الاغصان وباه يمنع زحف الرمال. مرات نديروا التقليم على 4 متر يطول وبا يعاود ينوض عامين ثلاثه وبا يعاود يولي يدير المجموعه الخضرين نتاعو. دونك حنايا دوك في العامين هذو قادر يزحف الرمال عليها. مرات هذو حنايا ما نروحوش للتقليم. وكما قال لك هو عنده حق نورمالمون يصرى التقليم كل عام لكنه في ما يكون في علمك في الشمال الكاليتوس في النمو تاع الدوبل ولا التريبل تاعنا في الصحراء مش كيف النمو.
ما كانش كلاتوس في الـ في الـ لا لا كاينين مثلا كاين مثلا نوعيه تاع اشجار اخرى كاين مثلا عندهم الصنوبر في الكاليتوس في الجزائر العاصمه عندهم الصفصاف كل عام كل عام يطيروا الكاليتوس بلد الكاليتوس كذلك بخصوص قطع الاشجار قطع الاشجار احنا يجونا طلبات من مختلف من مواطنين او جمعيات او مؤسسات عموميه فيما يخص قطع الاشجار يقدمون طلب عندهم مثلا شجر الكاليتوس دارت له ضرر يا اما شبكه السقي يا اما تاع شبكه الصرف الصحي ولا شبكه المياه دارت اضرار حنايا رحنا نديروا معاينات ونقيموا الاضرار واش كاين يا اما نديروا لها تقليل يا اما نديروا نقترحوا لها القطع ولا القلع حسب ربما تقطع النقطه مهمه جدا في قضيه دراسه البيئه الصحراويه بالدرجه الاولى والاشجار اللي تخرج عليها هناك أشجار كانت عاد فرنسا هنا كبيرة ظلية ومعروفة لحد الآن بعض الأشجار موجودة وأكثر جدوى من الكلاتوس حد ذاتها يمكن عندنا مشتل اليوم في الوقت قديش المشتل أنتم عندكم مشتل خاصة بكم عندنا مشتل خاصة كان مشتلة الدبيلة تابع لكم مشتلة أكفادو هذه مشتلة إدارية تابعة لإدارة الغابات بإمكانكم تكونوا تقروا تاريخ التشجير أو الواد اللي كانت في الماضي أنواع الأشجار اللي كانت تقاوم في الصحراء لأن الوقت كانت خضراء كاملة وما كانش فيها نسبة قليلة من الكلاتوس الأشجار اللي عندها أوراق إبرية عندها أوراق إبرية كلاتوس قليل كلاتوس ما كانش كان أوراق إبرية إعادة إنتاجها الكلاتوس أنا قلت لك السبب نتاعو على واه داروه هو اكتشاف المياه كي شافوه ناجح والنمو نتاعو سريع عادوا يديروه به مكافحة زحف الرمال لأنه أنت يدرك احنا أصلا احنا ما إنسان ما عندوش الصبر تركه كنت تقول له احنا هي أحسن شجرة شيء طرفاية بصح الطرفاية بها تغرسها تضرب سنوات 20 سنة بها تبلغ شجرة هكا على بالك النمو تاعها حتى الطرفاية هي تنوض في ضفاف الوديان ولكنها مقاومة ما عندهاش علاقة بال 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 بالجمال لا لا ولا فوضى ذات كنت تقلبها كل شهر ما تنشاتش منظر معناها هي هو دروك احنا فوضى وتوصخ ولكن بالنسبة لي انك تقنية راهي شجرة مليحة تقاوم انا كي نغرسها مثلا بصح علاش احنا قعدنا في الطرفاية وقعدنا في الكلاتوس علاه ما طورناش الراحة ما رحناش لا احنا لو سمحت شوف احنا رانا شو عندي نين تبع في التشجير قريب عندي فات نقول 5 سنوات نفس الاشجار اللي نهزوها من الغابات كما نقولوا احنا في 2012 2013 2014 2020 2021 نفس الاشجار ما كانش حاجه معناها جديده كما ذكرت لك واحد الاشجار كيما السدر هذا وين جربناه احنا تو العام هذا زرعناه في عز الصيف وعندي فيديو باللي تحت الشجره ما كانش الماء وما شاء الله قلمناها تو كي تقلمها زادت عرباك قلمناها من 20 يوم زادت واحد 7 ولا 6 سنتيم اكيد معناها سريعه جدا في النمو والحاجه المليحه الظل دير الظل معناها وتنوض هي تخرج معناها خصان ياسر ماهيش تخرج هذا كيما تو عندي واحده فيها قريب تشوفها تقول 3 شجرات مزرعين مع بعضها اكيد احنا عندنا المشتله الاداريه هنا بكفاتو فيها مجموعه من الاشجار اللي بالتجربه نتاعنا بالغرس على مدار سنوات شفناها متاقلمه مع المناخ مع المناخ انواع هذه الاشجار مثلا عندنا مثلا دودونيا الكازيارينا كاين مثلا النخيل الفرعوني كاين مثلا لي زاكاسيا هذوك سيانوفيلا ولا اكاسيا البيزيا نبات الشوكيه دونك حنايا مع الوقت هنا وهنا نجربوا كل مره نديروا احنا من مثلا نقولوا مثلا كما نسمعوا مثلا اذا كنتبع في الصفحه نتاعنا الاشجار هي كما نقولوا حنا يشرح فيها مثلا كما البونسيان هذيك اللي في تمرس هنا نحاولوا كيف نجيبوا البذور من تمرس ونعاودوا انا شفت انا في تمرس حتى السيارات تدخل تحت باه نعاودوا نستزرعوها هنا في الواد كما الدودونيا من جبنا الدودونيا جبنا من تمرس الدودونيا صالحه جبناها احنا من تمرس الدودونيا مش نورمال الدودونيا هذه احسن لقطه الدودونيا احسن شجره والواش بالثلاثة شهر ما تحط لهاش الماء ما تبدلش لونها وتزيد لهذا السبب رانا دايرين منها عدد كبير كنت نقول لك احنا دايرينها حنايا المتوقعة يعني ايوه تفضل الحصيلة المتوقعة دايرين مثلا من الدودونيا دايرين 10,000 شجر 10,000 شجرة هذه متوقعة باه نوزعوها هذه شجيرة هذه شجيرة هي شتلة شتلة على واه لأنها مقاومة وسريعة النمو وتأقلم مع الطبيعة الصحراوية صحيح كذلك كاين أنواع من الأشجار أخرين مثلا كازيارينا هذه باه نمدوها للفلاحين يحميوا المستثمرات تاعهم كاين نوع من هذو لي زاكاسيا اللي نبات الشوكيه هذو تاقلموا ثاني مع وكاين السدر اليمني درنا واحد 1,000 شجره
مزاد جديدة. مزاد عايف. أنتم جربتوا السدرة؟ السدرة جربتها زعما في الصيف في أول الصيف. لأنه بواحد دير مشتلة مش حاجة سهلة بعد. ماهيش حاجة سهلة. نعم. إذا الإمكانيات القليلة اللي راح ونزيدوا من عندنا كما نقول حوايج هنا مثلا مشتلة فيها مسؤول وفيها ثلاث عمال والتراب نجيبوه مثلا من مرارة ولا نجيبوه من مقشة. ثم ما هيش حاجة جميل. سنعود لكم بعد في قضية التعامل مع الجمعيات والشراكة معهم في إمدادهم بهذه الشجيرات والتشجيع، وربما في عمل يكون مشترك تخطيط مستقبلي تأخذ بالأراء والإنسان، وإن كان الفكرة يروح لها وإن كان الفكرة الناجعة تقوم بها سواء كانت عند جمعية أو سواء كانت عند هيئة أو كانت عند حتى فرد. نعود لك يا سي سليم، وأنت ناشط في هذا الجانب وراك تتبع وعندك غيرة على البلاد في الجانب هذا، لو تحدثني عن المواطن في ولايتنا يسمى عدو للشجرة، كيفاش نزرع هذه الثقافة، ثقافة البيئة لدى الساكنة، راهو حتى هما مساهمين مساهمة كبيرة في تحطيم البيئة سواء تعلق بالتعامل مع الشجرة، بالتعامل في رمي الأوساخ، ما عندهمش وعي باللي عملية التلوث هو المساهم فيها سواء كان برمي الفضلات العشوائية الموجودة في بعض المفازع أو المفارق العشوائية، ربما يخطى بيتها خطوتين، قضية الحاويات التي توزعها مديرية البيئة تحترق وتسرق، هناك مشاكل كثيرة. كيفاش أنتم حاطين كجمعية وفي عنوانكم ترقية المجتمع، كيفاش ترقوه المجتمع وكيفاش تغرسوا فيه هذه الثقافة؟ والله ترقية المجتمع تجيب بحملات تحسيسية، معناها حملات تحسيسية وحملات تطوعية، والمشكل غياب تدريس الجانب هذا معناها في المدارس تاعنا، معناها الولاد تاعنا من صغره معناها احنا تشوف التنشئة الاجتماعية، تقصد التنشئة الاجتماعية. احنا تشوف مثلا في نحن نذكر المطاعم المدرسية، نعم، الطفل يعطيه مثلا نورمال يحطها في الطابلة، علاش احنا علاش المطعم جاء من بعد كان سوء تغذية، كان كذا كان كذا كان كذا كان ولا باش تعلم الطفل كيفاش يريح كيفاش ياكل كيفاش ياكل الوجبة تاعي عند الاصدقاء تاعي باش نحل، فهمت؟ ومن بعد احنا واش يديروا لباط لي اورو تاعه باش المعلم يكمل ويروح، لباط لي اورو تاعه يعطيه له في يديه الطفل يخبلها ويروح ويطيشها يشربها في الشارع ويطيشها. احنا بكري المعلم يخرج معنا حتى لبرا بالصف ويشق لنا الطريق وكذا، وكل واحد جهه الداره ويروح الحوشم كاين ولا. نعم. شو احنا المره فات درت حمله تحسيسيه، انا نذكرها، شو درت حمله تحسيسيه باش نوعوا، كاين واحد الجانب الرمي العشوائي للنفايات من نوافذ السيارات وهذه موجوده، يشرب كاس تاي هبط الكار يطيش، يشرب قرعه ماء يطيش، يشرب اي حاجه يطيش كاين ولا. درسنا احنا المشكل هذا وين، وقلنا لازم احنا نديروا واحد الحمله تحسيسيه، درت ساشي في كل سياره، طبعنا عدد كبير من الساشيات وطبعنا على القصاصات وكذا، ووقفنا في الطريق ودرنا حمله تحسيسيه، معناها ما عادش كي تجي طالع بتطلع السياره تاعك دير حداك ساشيه، تشري حاجه تاكلها حطها في الساشي للفضلات، في اقرب مكان رمي الفضلات النفايات تاعك اربط الساشي مليح وحطها في اقرب حاويه كان ولا. هذه درناها ولقيت استحسان كبير، مواطن راهم يقول لك اي وماذا بيه، وناس كل تعيط ضد النظافه ضد الاوساخ في الطرقات هذه، ما فهمناش احنا تو منو لو يوسخ منه لو يرمي تو كي زين نحوسوا منه يرمي. الناس الكل ضد الرمي هذا العشوائي للنفايات. المشكل ونزيدوا حاجه اخرى، الجانب المواطن راهم ساهم بكل صراحه، حتى مش دير حمله نظافه ما يطبطش يهز الحاجه ينظف البيئه تاعها مستحيل. البلديه كما ما كانش برنامج كنت اني ديما نرجعوا للتهيئه، نديروا التهيئه تاع الطرقات والارصفه وكذا، ما نديروش، ما كاينش تنسيق ما بين اداره البلديه واداره تعمير البناء واي اداره. نعم. مسؤوله. صحيح. كيفاش نحطوا الحاويات هذا، ما تو الحاويه تولي تمشي في سيارتك تلقى روحك تلقى قدامك حاويه تعرف تاع رمي النفايات، تلقى قدامك حاويه مشكلة، ما كانش حتى دراسة ونحطوا الحاويات تاعنا ونكذا كيفاش نزوها الوقت نزوها ما كانش، وتلقاها فائضة وتلقى الأوساخ بحولها وتصبح هي مركز نقطة سوداء، نقاط سوداء. نعم. وقبل احنا واش كانت البلدية تهز القمامة من حدا ديارنا،
الاب تاع البيت يقول له ما غادي يفوت الكميه تاع تاع لابوبال، يقول له مع السبعه وربع القمامه تخرج على السبعه وثلاثاش دقيقه باش مي جاره مي جيران. نعم احنا شفنا حتى في السوق في سوق دبي في ياسر الاسواق القمامات في وسط الشارع يحطوها في مظهر كئيب مشوه للمدنيه مشوه لحركه المرور مشوه كل شيء. كاين حاجه اخرى البلديه تحس باللي كاين البلديه ماشي مراقب وغايبه غياب كامل. البلديه تحمل مسؤوليه الكلام هذا البلديه غايبه غياب كامل المسؤول هي المؤسسه القاعديه في قضيه التنظيف في هذا الجانب. وبرغم كاين مؤسسات راهي دايره اتفاقيات مؤسسات بريفي دايره اتفاقيات مع البلديه نعم. في رفع النفايات ومش قادرين يرفعوا النفايات تاع الولايه تاع البلديه او نحكوا على بلديه الواد احنا نعم. خاص بلديه الواد نعم. قداش المره نقترحوا على البلديه عندنا نقصنا زوج نقاط نرمي النفايات قريبه للمواطن نعم تكون قريبه يخدموها بلاصه تاع البلديه حتى نقاري النيابيه فام تاعي نطيش القمامه ولا نرمي ولا كذا مثلا الامن كاين رادع وكاين رادع قانوني ثاني نعم غياب ثاني غياب الرادع القانوني نعم. كنتو كنا نطبقوا نديروا قانون من البلديه الضريبه ولا عند لابولي نلقاك طيش لابوبال ندير لك البروسي الناس كلها ضايع تتسقى حباك. هذه كانت في الواد زوج شنبيط يسيروا فيها كل يعطيك الصحه كان زوج من الناس زوج شنبيط يسيروا فيها بالضريبه هذه لانك لما تمس جيبك تعرف قيمه الكذا يفوتوا في نعم. قبل انا شفال هنا هذه وين يفوتوا في الزنقه قبل كي يلقوك مبزع الماء يطبط برحاج يعطيك ضريبه قبل هذه هو الجانب تاع الرادع راه مهم جدا نعم. ولازم البلديه تدير برنامج رانا قلنا ديما راهي البرامج هي السمحه برنامج لرفع النفايات كيفاش تو نقول لك حاجه والله يا احمد ديدي ساعات نكلم شيف دي بارك تاع 8 ما يمشي يهز القمامه من حي النزله تابع للسكرتير تاعها وشي سبب اللي ما جاش اليوم يرفع القمامه تاعها الروضه تاع الكاميرا مكريفيه للاسف في والله على بالك شيء اماك واحد للاسف ما تقدرش للاسف الان بلديه كما بلديه الواد عاصمه ولايه تقريبا تكون مليونيه ما زالت الان تسير بقضيه تدير في عقد مع شاحنات تكلف الشاحنات الزباله وما كانش مؤسسه خاصه عندها مداخيلها ربحيه ذات قادر تكري قادر تكري مؤسسه في كثير من الولايات الان موجوده جمعيه واسمها هيئات خاصه او جمعيات خاصه او شركات خاصه بقضيه القمامه ما عندهاش علاقه بالبلديه اصلا ذات نعم ورابحه وربما راهي تتعامل مع كثير من مؤسسات استرجاع الكرتون استرجاع الزجاج استرجاع فهمت ما يسمى بالرد من او رسكلة النفايات هذا مش موجود عندنا رسكلة النفايات احنا عندناش احنا عندنا تلقى مؤسسات عندنا شاحنات راهي عندنا النقطة واحدة في قضية الرد من الصحي الآن هي تاع واد العنندة هذه في الواد مشاركة فيها البياضة مشاركة فيها الواد مشاركة فيها ونسا مشاركة فيها واد العنندة مشاركة فيها كثير من والله نقولوا حاجة احنا تو بالنسبة للقضاء على النفايات هذه ويني أسرع حاجة وأسرع حاجة لازم البلدية تكون شركة مؤسسات خواص في رفع النفايات يا خويا تهز عندك بالطوناج بالكيلو طوناج عندك سيكتور تاعك بالكيلو لا اخدم واش تحب انت عندك بالشجعة ويخدم اكثر بالكيلو هز واش حبيت هزت 100 قنطار في النهار بصحتك هزت 10 قنطار بصحتك تبدا كاين منافسه للاسف في البلديه ممثل البلديه مش معانا وكذلك كان بامكان مش تحضر ممثله مديريه البيئه واعتذرت اخيرا لاسباب مرضيه واسباب اخرى نعود إليك في قضية تعاملكم مع هذه مثل هذه الجمعيات ومثل هذه المبادرات الطيبة التي تريد من تلقاء نفسها وهذا شيء يبشر بخير لما تلقى جمعيات وناس حاسين بواقع المدينة ولكن حاب يشجعوهم وحابين يساهموا كيفاش تتعاملوا معهم أنتم كمديرية الغابات عندكم مشاتل عندكم إمكانيات كيفاش تساعدوهم وتنسقوا معهم ربما حتى في برامج مشتركة في المستقبل في قضية الغرس الأشجار أو في قضية تهيئة الإقليم بصفة عام. نعم يعني سؤال وجيه. إحنا الحمد لله إدارة الغابات هي ديما فاتحة أبوابها للجمعيات الناشطة. نعم. وخاصة الجمعيات الناشطة نأكد عليها لأنهم كاين جمعيات أخرين متطفلة والله كيفاش نقدر نعم صحيح. الجمعيات الناشطة هذو إحنا نرافقوهم.
خاصة مثلا في قدمونهم الأشجار. كاين مثلا جونا جمعيات يقدمونا طلبات، جمعية أحياء، جمعية ناشطة، كون جانا مثلا هذا السيد وقلنا أعطينا أشجار نعاونوه باللي قدرنا، نعاونوه تقنيا والله حتى في كلش. نعم، دونك يجونا الجمعيات هذو يقدمونا طلبات على مستوى الأحياء، على مستوى كاين مثلا يحب كاين جمعية تربوية مؤسسة وكل شيء. المهم نعطوهم نعطوهم الأشجار ونرافقهم، ولكنه لازم حاجة نأسيريوها أنه نأسيريو المتابعة عن تحاتو السقي. إيه، كيجي رئيس جمعية ولا جمعية حي يشوفوا لنا كيف درنا نقطة الماء اللي تسقي بها الأشجار هذا، يعني ما نقدرش نعطيه واحد كما هكاك، قادر نعطيه الواحد كي يعود نعرفه مليح، يعني كما نقول حنا يأكد لي باللي راح يتابع هذا ويسقيهم كما قلت ستيرنا والله. ولكنه ماذا بينا تكون نقطة الماء بير والله، المهم بير قريب والله، بير ثم قادر يشتركوا في حي يديروا بير يسقيوا به الأشجار تاعهم، نعاونهم بالأشجار ديما نمدوا سنويا. نوزعوا أكثر من كما مثلا العام اللي فات الموسم هذا 21-22 وزعنا أكثر من 171,770 شجرة. كاين جمعيات اللي تتعامل معك ما أعتقد، ولكم تتعاملوا معهم؟ نتعاملوا معهم جمعيات وهذا ومكونين وفي الدبيلة وسنا إن شاء الله بإذن الله راح نخيروا جمعيات نموذجية جمعيات ناشطة راح نرافقوهم في التشجير، ثم كما نقول راح نديرهم كنموذج اللي يقتديوا به جمعيات أخرين، وراح يكون فيها شغل تنافس. وكذلك كما ذكر ربي له تاع التوعية كما قال لك للتلاميذ، إن شاء الله سنا بإذن الله راح نديروا عملية حملة واسعة توعية توعية تلاميذ المدارس على مستوى الابتدائيات، نحاولوا نتوشيو عملية تحسيسية وربما حتى التلميذ يشارك في الغرس حملات يخرج في الغرس في المدرسة نتاعو ولا في مكان حتى في المحيط آخر. نعم، احنا ماذا بينا نحاولوا لأنهم اللبنة الأساسية راه من التلميذ. أكيد فاتت واحدة في واحد الحي حتى قطعتك، درنا كل واحد جبت لهم أشجار حطيتهم وقلت لهم كل واحد يهز شجرة وسميها باسمه. فوالا جميل، عباك نجحت العملية وعاد عباك. كان واحد الأب قال لي يا ولدي درت لنا واحد المشكل، قال لي حط الطفل ما عاد لا ياكل مريح تحت الشجرة يسنى فيها باش تنوض. ما شاء الله، هذا هو هذا هو. ولكن منه في الأخر منه اللي فسد الفرحة تاع الطفل وفسد فرحتنا حنايا تاع بالنسبة للتشجير؟ هي البلدية. هو ذكر نقطة مهمة، قال لك أنا مستعدين نعطوا الأشجار، ولكن انت مجرد متطوع الان كيفاش راح تسقيها الاشجار؟ انا شفت كاين مشكل كاين فراغ مانيش عارف، ما كاينش مشي نشوف باللي كاين روح واحده تعمل بين متطوعين وبين مانح الاشجار ومن اخر يسقي. نشوف باللي منا مديريه المياه تقول لك المياه صالحه للشرب ممنوعه مش تسقي بها. كيفاش مثلا انت جمعيه وانت مش دير ابار بير 20 مليون كيفاش توفرها؟ كيفاش هي نقطة مهمة، هناك إشكالية كيفاش تحل هذه الإشكالية؟ تحل الإشكالية هذه وين لازم تدخل البلدية وإنشاء مكتب خاص بالحفاظ على المساحات الخضراء. لازم كي نروح هنا الصباح عندي مشكل أبومب حبست قدر عليها ربي حبست الأبومب وعندي المساحة هذه الخضراء لازم في طور النمو. خلينا احنا الأبومب ما عندهاش نقوله، لكن لازم يكون عندها ستينة. ناي وش وقعت لي في المساحة هذه ويني؟ نعم، كي تحرقت الأبومب رحت البلدية دخلت البارك قلت لهم اعطوني ستيرنا اعطوني معها شيفور ونا نطلع من تالي ونسقي الشجر، ما عنديش مشكل، المهم الشجره المشروع تاعي ينجح. المشروع تاع الواد هذا ويني ينجح. قال لي ستيرنات كل حبسين، ربعه خمسه ستيرنات كل حبسين. والله نقول لك عنو شي حبسين ستيرنات ندخلوا في المجال عنو شي حبس حوايج بسيطه بياسه بسيطه ما كاين حتى شيء. لكن في لو كان تحبس سيارة خاصة بواحد من البلدية في خمس دقائق تسقم، هذا احنا شنو نقولوا إهمال من الجانب تاع البلدية. غايبة الغابات راهي دايرة مشتلة وتوفر في الأشجار وراهي تدرس نوعية الأشجار اللي راهي تصلح في البلاد. صح أوكي. صحيح، هناك جمعية وربما جمعيات أخرى، هناك جمعية عندي المجموعة مسميها الجيش الأخضر والله قادر حتى قمصانكم خضراء. نعم قادر اي مع في الغابات لو كان يقول كل يوم ولا نهار بعد نهار ترافقني يا سليم في الليل زو السوايع في الليل. نعم، يا نهار بعد نهار مثلا اليوم نخدموا الطريق الفلاني نسرحوا مثلا نتاع الكوتاكوت ان نقلموا الاشجار، انتم هزوا الاشجار لاني مستعد راني خدام بلديتي. نعم، ولايتي. نعم، كان ولا لا باي واحد متطوع معايا اعتقد لو كان فيه 10 جمعيات مثل جمعيتكم ديروا حل كبير. لكن مع الغابات ومع البلديه ربما. لكن لما نروح البلديه يقول لي كان لجنة يقول لي روح للبارك، روح للبارك يقول لك لابومب اصبر حتى نكلموا الفورنيسير.
شجره ما تصبرش يا شجره، انت لو كان نهزك نطيشك البلاصه تعطش تصبر تاع البلديه تصبر كاين ولا ما تقدرش تصبر. المشكله صارت لي هذه، هذه المشكله صارت لي انايا، تحرقت لابون في تاع الحي القبه. نعم مات الشجره كل، كاين اللي راهو يقاوم الحراره ويقاوم الجفاف وما قدرش يكمل. نعم. في العز الصيف قلت ربما ساتيرنا انديبانو انديبانو غير ساتيرنا برك. ربما في هذه النقطه ده تحدثني عن بعض المحيطات اللي داروها وراء الجامعه ويبس ما في حد شيء، يجي يشوف الحيز موجود. كان كان مشروع داخل في اطار التنميه ربما الصوره يفوت لنا سي فتحي المتعلقه بهذا المشروع اللي يحكي عليه سي ورز بالكاميرا تاعه خلف الجامعة، هذا حكيت عليه. نعم. حدثني عن المشروع. مساحة الخضر هذا مشروع نرموه مشروع خارج من التعمير والبناء. نعم هاي الصورة باينة قضية مهيئة ولكن يابسة ما فيها والو. خسروا. نعم. عليها الأبار. ايه خسرت عليها الاستلاسيون تاع الماء. نعم لكن المشكل كي طلع البير طلع الماء ما مالح، هو المشكل الملوحة تاع الماء. منهم منهم المختص تو. نعم. آه راني نشوف راني نشوف في الصور. هذه المره الثانيه زراعه. هذه المره الثانيه زراعه وربما تكون ثالثه، وربما احتمال تكون توجيه الموسم تاع ضايع يديروها الثالثه، يديروها المشروع الثالثه. نورمالمون يرجع كي يلقى الملوحه تاع الماء. يرجع للغابات. يبعث رساله للغابات، يبعث له واحد مختص. ايه. يبعث البيئة تبعث له واحد مختص. نعم. ويخرج ويخرج حتى الناس اللي تبيع الاشجار. نعم. عندهم. نعم. خبره كبيره. البيئات هاي البيئه تشوف فيها حقيقة الفعل. نعم نواصل الوصف. وش نقولوا احنا تاع الغابات دير تقرير، تروح تهز الماء، تروح دير التحليل تاعها وكذا نشوفوا. وكاين انواع. ابقي على الصورة استاذ فتحي حتى. وكاين انواع وكاين انواع تاع الغازون. اتصلت بالسيد تاع الغازون اللي حط الغازون، النهار اللي حط في الغازون هبط له قلت له عليه المرة اللي فاتت الغازون ما سطحش رقم تعاودوا فيه. قال لي سليم الماء مالح وراني كاين حاجة ما جبتها لك شيء. نفس الغازون. ايه. كاين واحد الجار ثم هز كميه من الغازون حطها حدا البيت تاعه. ايه. وسقاها بالماء تاع العين. نجحت 100%. نعم. حنا واش راجع؟ راجع النوعيه تاع الغازون. قال لهم السيد حسب ما تصريحات السيد قال لي راني قلت يا سليم راهي النوعيه تاع الغازون هذه عندنا نوعيه اللي تعيش مع الماء المالح. نعم. لو كان كاين هذاك الشين هذا هو اللي يصلح هذاك هو شويه وفيه شو أو أو شوكي شوي تلقاه في النخيل. صحيح صحيح صحيح. وتلقى الورقه تاعها عريضه شويه وقال لي عليها انا. قال لي يا سليم قال لي نورمون معناها يديروا دخلوا تو احنا ما صلحتش البلاصه ندخلوا فيها الاختصاص، واحد مختص من الغابات، واحد من البيئه، واحد كذا، نديروا اجتماع على احنا ما صلحش الغازون في الواد. كاين ناس راهي هضرت مع ناس عايشه لبرا قال لها نجي نزرع في الواد الغازون ونجح 100%. لازم كي نجي نهز عينه من التربه ونهز عينه من الماء. وكل بلاصه كاين بير في 8 ماي حلو تروح البير في القطب الجامعي تلقاها مالح. عندي بير ني طلعوه في النزله حط الطاس واشرب. نعم حلو. اذا اذا انت راك تتحدث باللي التشجير عشوائي وعمليه التخضير عشوائيه لا تخضع لمقاييس ولا معايير علميه. نعم. معناها في البلاصه ميته الشجره. هذا بعد سمانه صفار، ما كانش سمانه، اربع ايام صفار. لا مراقبه ولا متابعه. ما كانش. نعم. ويزيد يعاودوه. العام هذا ناكد لك يكون ما نوقفوهمش وكذا ونروح لهم نهضروا لهم باللي ما صلحتش وكذا. باذن الله يديروا له سيميسيون ويعاودوه ويخسروا عليه دراهم كبيره. وما يكلمش واحد من اهل الاختصاص وينصحه. هذا كل راجع من ميزانيه الدوله الجزائريه وميزانيه البلد. كيما النخل اللي زرعوه ب 3 ملايين وصوام قبل في الواد وزرعوا النخل وزرعوا الدنيا كل وما كانش. ما كانش متابعه. هل نقول احنا فساد هذا هو واش نسميه؟ نعم فساد. هو فساد. فساد. بكل مقاييس. فساد 100%. ما كانش مراقبه، ما كانش متابعه. معايير عندي عندي كي تخرج مشروع، مشروع تاهية مع التشجير. الشجره كي تعطيه لها تقول لها جيبها مترين و40. نعم. يحط لها شجره 100 متر و50 ولا متر و60 ويحط لها نوعيه تاع في كيس نورمو. هاو اللي قررها تاع الغابات، هو اللي قرر النوعيه تاع الفيكيس. نعم. وبالتقرير تاعه وهو اللي تحمل مسؤوليته. انتم كاين لا؟ نعم هذه نقطه ذكيه جدا. انتم على مستوى الغابات سي مسعود كنت تراقبوا في المعايير هذه والمقاييس هذه، انتم كخبره ومؤسسه وعندكم عندكم علماء ومهندسين في قضيه الزراعه وفي قضيه نعم من ناحيه التشجير احنا ما نديروش كما قلت تشجير كما قال لك عشوائي. عشوائي نعم. احنا كاين مشروع فيه دراسه كما نقول حنايا فيه شبكه السقي، فيه الاشجار، فيه طول الشجره،
الدياماتر تاعها لازم تكون ثايتة على مكتب الصحة يسمون تاع المراقبة، ما تكونش مريضة. نعم. وبعد نغرسوها والله نمدوها للمواطن. نعم. احنا مثلا الشتلات تاعنا هذو كل عام يجي ذاك تاع مفتش الصحة النباتية يفوت يشوف يدير فيه. المرة هذه مثلا كانت مثلا النخيل الفرعوني كان مشكل تاع تاع يسموها شارون سوروج هذيك يسموها فخنفوسة النخيل هذيك فخنفوسة النخيل. لقينا بعض النقاط كما ما مديناش كل هذاك العام النخيل حتى نداويناه وعزلناه على الاخر وباه سنا نعاودوا نمدوه. وتعاملتم انتم مع البلدية مثلا في القضايا هذه؟ البلدية ما تعاملتش معاكم في قضية المعايير والمقاييس ونوعية التشجير ونوعية ونوعية المدير التعمير؟ مديرية التعمير هي المسؤولة على التهيئة التشجير. الاستشارة التقنية رانا موجودين في كل من حيث الإشارة الاستشارة. نعم. يستشيرونا نعطيهم قال مثلا المعايير واش لازم كما الفيكيس هذا مؤخرا في وقت كانت الكليمة هنا في الواد مليحة صح فيكيس وجاب مليح وتريقا بصح مؤخرا راه فجوة كبيرة في عبك الفارق الحراري بين في الواد العشر سنوات الأخيرة شحال 35 درجة زيادة 35 درجة بين انخفاض بين أبرد شهر و وسخن شهر 35 درجة اي فجوة كبيرة. نعم عليها فجأة تجي سخانة كل ما عليها الأشجار هذه ما قاومتش خسر الفيكيس بعض يعطيك الصحة. واللي بقات احنا نلاحظوا من خلال الخبرة تاعنا لقينا مثلا الدودونيا لاكاسيا الشجر هذا اللي قاومت هذو هما اللي نركزوا عليهم احنايا في سي سليم. كيفاش جبتوا كيفاش توصلتم خلقتوا نوع نموذج من الشجر المقاوم هو السدر اليمني وجبتوه والتجربة ناسعة. الآن حدثني عن عملية التشجير والمناطق المستهدفة ونوع الأشجار وعددها وكيفاش الآن راكم جندين باش تقوموا بتغطية الأشجار وكيفاش راح تسقوها إذا كانت البلدية ما تسقيهاش. حدثني عن الإشكال هذا. والله كي تو كي قلت لي نيه السقي رأيك بديت اي بطبيعة الحال والله نيه أول حاجة أنتم الآن راكم قابلين حملة كبيرة. حنا أول حاجة راح نرمم وكان بعض النقاط مؤخرا كانت فيها تشعيه ونورمورات الشجر تاعها ونايض ما نزرعهاش نايه. لكن احنا رانا نشوفوا مداخل البلديه ما فيها حتى شجره. والله تغيظك انسان يجي يضيف يستنى في واحد ما يلقاش وين يوقف. لا ما يلقاش وين يوقف. لا مدينه بائسه قلنا ما يلقاش وين يوقف. على بالك يستنى في واحد يقول له استناني بلاصه فلانيه والله ما يلقى وين يوقف. احنا تو بالنسبه نعطيك مثال مقابل سوق ليبيا قدام المتوسطة تاع لرقة الكيلاني قديش هك الساحات هذيك سجروها وراحت؟ سجرت هنا العام اللي فات وراحت. هنا العام اللي فات سجرتها في البرنامج تاعي. كون ما تكونش متابعة وساقي ما تصلحش. وين المشكل بالضبط؟ حتى احكي لي وين المشكل؟ المشكل انت الان المشكل قايم مشكل كبير. كل نعم. مشكل في شوف المشكل حتى المواطن ما يساهمش. صح. يلقى مواطن في شجرة مايلة مزات جديدة مزروعة يحافظ عليها. نعطيك نموذج هنا طريق النزلة. نعم. طريق النزلة كانوا باش ينحونا التشجير ويسكروا تريبلان وسطاني. نعم. الحق اتصلت ناس مسؤولة شفتها الناس مسؤولة بإذن الله عامين ثلاثة نعطيه لك نموذج نيا طريق النزل هذاك. انتوا وراكم تشتغلوا عليه الآن بإذن الله. أيوه. قول لي علاه. المرة فاتت درت واحد التحفيز لأصحاب المحلات اللي يحافظ على الأشجار يحافظ على محيط تاع المحل تاعه المتمثل فيه درت لهم كيفاه تحفيز درت لهم شهادات تكريم وكذا ودرت لهم فيديوهات باللي ها احنا الانسان اللي راهو يحافظ على المحيط تدخل في الحمله التحسيسيه. جميل جدا. يعني تابع الحمله التحسيسيه. نعم. عندي تو واحد المحلات كنت تشوف الشجره قدامها نقول لك راهي عمرها مثلا 8 شهور تحير ربي يبارك ما شاء الله خضراء وراكم ما شاء الله فيها نعم وبورتون باللي راهي معناها راهي تسقي مره واحده في اليوم وعارف باللي لازم تسقي على الاقل مرتين وثلاثه في اليوم. عندنا الاشجار تسقي مره واحده لاسباب ما نقلنيش نذكرها تو هنايا نهار اخر كي نديروا الحصه اللي قلت لك عليها تو ان شاء الله باذن الله نشرحوا ونملحوا. حنايا تو بالنسبه للحمله التشجير تاعنا هذه واني رانا واجدين رواحنا وبالنسبه حنايا الطريق الشط هو المستهدف النقطه الاولى باذن الله من رامبو البريق رامبو الجروني. ايوه بحكم راهي منطقه تجاريه وخدمه ومحلات والتجير راح تروه نخيل ولا واش تروه؟ لا احنا رانا جربنا النخيل راه ما يديرش الظل يعطيك منظر جمال تاع المدينه ويعطيك الاصل في سكينه كبيره في سكينه كبيره لكنه شيء المشكل النخيل ما يعطينيش الظل نحوس على الظل الناس وين توقف الناس وين كذا كاين ولا نعم. اول حاجه جربنا شجره السدره السدر هذا ويني سريع النمو
مقاوم للجفاف مقاوم للحراره ما يقدرش الانسان تاعها فيها الشوك معناها ما يقدرش حتى اللي باش يحاربها مادام صغيره ولا الاطفال وكذا ما يقدرش يقرب لها. نعم. وعندنا مؤخرا شجره الغاف ممكن او عارف هذا وين راهي غير موجوده في بالنسبه في الجزائر كله. وش الخصائص تاع الشجره هذه؟ السدر هذا منين احنا الغاف شجر الغاف هذا ويني كشجره كبيره ياسر نمو تكبر عندي واحد توفر ظله عندي واحد الصوره مقاريه تحتها قريب 13 سياره من القوه تاعها. والشارع هذاك واسع يحمل اشياء من النوع هذا يحمل واسع ياسر صحيح يحمل لازم الواحد والعروق تاعها ماهيش كيما كيما نقولوا احنا الكاليتوس لا عارف كاليتوس ما يهبطش العرق تاع الكاليتوس يبقى الفوق ويكسر حتى من البيوت صح. اما بالنسبه للسدر والغاف روح اقرا عليهم تلقاها يهبط سمح حتى يهبط ما يطلعش يتجذر يتجذر تحت. جميل. بالنسبه خيرنا الانواع خاصه السدر والغاف هذا راح ندخلوا الحمد لله لقينا واحد جايب البذور من السعوديه. ايوه من السعوديه وعندنا حتى نايضه في السعوديه في راس نقول احنا بالعاميه راس العامي. نعم معناها في مناطق جافه لدرجه ما تصورهاش. نعم ومنطقه الخليج اكثر جفاف من منطقه الخليج. صح لقينا شجره الغاف هذه وين لقينا واحد جايب بذور وصلحت له كميه الحمد لله قدرنا احنا نسبقوا باش وراك تنموا فيها. راني تو راهي في القريب في 50 و40 و60 لحقه 60 سنتيم ما شاء الله معناها. لا 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 قداش الشجره هذا؟ عدد والله عنده قريب السيد راهي عنده قريب 10000 شجره. الله يبارك معناها قدرت توطنوها بالواد. نوطنوها بوشي نوطنوها؟ نوطنوها بالمساعده الناس مساعده السلطات اذا قدروا يساعدونا فيها في الاقتناء تاعها. انتم كجمعيه ناشطه في التنميه وفي ترقيه المجتمع وراكم تقوموا بعمل الان في التشجير احكي لي الان العمليه راكم قايمين بها الان قداش الشجره راح تنبتوها في اي مكان؟ احنا باذن الله قلت لك النقاط الاولى راح نستهدفوا اي منطقه طريق الشط هو الاول. صح. واي منطقه متوفر فيها البير و بالنسبه لشبكه السقي نقدر نخدموها حتى وحدنا. كيفاش؟ المهم البير احنا توعدنا بير في بلديه الواد كيما في 8 ماي كيما في القطب الجامعي كيما ابار من عهد حطاب ابار من عهد حطاب ونقصها غير لابومبات تيوات عندي بير تو الصيانه عاد الصيانه تقصد. اتصلت بالبلديه اتصلت بالبلديه هضرتني ورئيس البلديه مؤخرا قلت له راهي عندنا ابار لازمها الصيانه باش نبدا ننطلقوا العمليه التشجير تاعنا حنايا وكذا راني لازمني نحضر قبل ما نروح لها نحضر ونسيف فيها الماء وكذا ونشوف الاستراسيون تاعها راهي سليمه وتمشي. نعم. مازلنا ما كاين حتى شيء ما كاين حتى نورمال ما كاين حتى استجواب من عندهم ما قالوناش الى الاي لا ما كانش. لا ما كانش وحاجه ما تقضى مشكل كبير كيما نقولوا حنايا تو راني خيرت طريق الشط على اساس انه فيه تهيئه جديده وهذا وانا استلمتها سلمها المقاول مدير التعمير لابومبات مازالت جديده لابومبات مازالت جديده معناها الماء متوفر على مستوى الطريق كامل. نعم. تبقى من بعد احنا العمليه تاعنا راح تستهدف كل بلديات ولايه الواد. نعم. كيفاش راح فيه جمعيات اخرى ولايه الواد شاسعه كيفاش راح تنسقوا مع جمعيات اخرى؟ درنا وما اتصلتوش بالرجل الاول في الولايه في هذا المشروع اذا كان فشلتم مع البلديه. والله بكل صراحه نقول لك واش وقعنا في الحمله اللي فاتت درنا طلب على مستوى ديوان ولايه الواد وباش يكون رعايه ساميه من طرف السيد الوالي وتكون معنا حاضره معنا الغابات وحاضره معنا البيئه وحاضره معنا البلديه. إيه هذا مشروع ونديروا احنا كجمعيه لان نورمو احنا نكونوا احنا الثانيين مش احنا الاولين وكامل. صحيح. عندنا احنا الاولين والناس الاصل له الاختصاص ما همش حاضرين معنا بكل صراحه. درنا طلب قريب 8 ايام لا الرفض ولا القبول. قريب 8 ايام للرفض القبول وعندي هنا الطلب بلاكيزي تاع الديوان ثم ودنيا كل معناها تو كي تشوف معناها السلطات معناها مش نقولش مش مهتمه معناها يعني نشوف بحكم ان الوالي راهو يهتم ديما اكيد اكيد ياكد على البلديه ويأكد على ضيق جانب هذا ضروري جدا. يعطيك الصحه. البيئه موبوءه في الوادي وتعاني المره هذه كبيره
من تلوث، من نقاط سوداء، من مساحات صفراء. الواد الآن تعاني تقارنها بكثير من المدن لا تسوي شيء. المرة هذه كي باش ننطلق الحملة تاعي بكل صراحة قطعت من نتصل الشيء اللي لو مجهودي راح نبذله راح نحطه في ولايتي اللي أكثر من جهد ما نقدرش عليه. وربما اللي حاب يتصل بيا واللي نسقوا مع بعضنا حتى احنا رانا حاضرين نخدموا في الولاية كل ما ما ما, ما عدناش فيها حتى قال الأناقة لجمل كان ولا نعم. بالنسبة للتنسيق بإذن الله راح يكون مع مديرية الغابات. غابات اليوم الآن اليوم كي شافوا كان اللي أنا اتصلت بالمحافظ وحتى النائب تاع سي علي وتحدثنا قال لي صدري مفتوح لكل الجمعيات. كان اليوم اللي اتصلوا بي من المحافظة بعثوا لي في المسنجر مش واحد ومش زوج مش ثلاثة وقال لي فيه جمعيات اللي تنشط معنا من دبيلة من يكونين إن شاء الله نسخ معاهم. بعثوا لي اليوم في المسنجر كي شافوا الباجة تاع اللي فتحناها جديدة رانا ندخلوا الغاشي فيها باش نسكن كل. وكان جمعيات اتصلت بي من بلدية أخرى اتصلت بي ان شاء الله راح يكون كاين معهم تنسيق باذن الله. انا حاجه المره هذه راني مركز عليها ياسر ونتمنى انا كجمعيه كيما هذه تكون عندنا تكون جمعيات في بلديه الواد ما عندها حتى دعم مشكل كبير. نتحدى اي جمعيه يقول لك هزيت دعم من بلديه الواد شو كاين جمعيات ما كاينش حتى ما كاينش منطوم مخصص للجمعيات. كاين جمعيات والله ما تخدم الثلث اللي تخدموه انتم وريت يدعم. نعم هذا مشكل كبير. انا قلت لك احنا كاين نقاط ماذا بينا على درايه بالقضيه هذه. نعم كاين جمعيات ريت تدعم. احنا ما نقول لهم نعطونا دراهم ما نقول لهم اعطونا حتى احنا يا اخويا رفقونا بالمطريال نهار كي نهز التليفون نقول لك راهي لابوم حبست لي في الجهه الفلانيه لازم تسخر لي الستينة تاع الماء فقط ما نحتاج منك والو. نعم والله حتى الدواء بالنسبة للأمور الأخرى يتصلوا بينا ناس يبيعوا في الدواء قال لك سليم شوف تخصك حاجة في الجانب تاع التسجيل كاين الناس كل حابة تسجيل راه نقول لك حاجة فتحنا الباجة جديدة كل يوم يدخلوا عندنا ويشجعوا فينا. إذا أنت مع مقولة أيقونة الثورة الجزائرية بن مهدي ألقوا بالثورة للشعب أو للشارع تحضنها الشعب. إذا أنت فكرتك الى المجتمع المدني الى الشعب ما دام الشعب يحب التسجيل ويتحدث لابد انكم تشاركوا معاهم وتوعوهم والشعب القوه دافعه كبيره ياسر كون يلقى الثقه ويلقى رجال راهم يقفوا معاك. سي مسعود ربما اسرفنا على التوقيت لو تحدثني عن استراتيجيتكم واستشرافكم المستقبلي لمدينه الواد في تحقيق الوادي مدينه خضراء وانتم من جانبكم الى جانب هذه الجمعيات في الافاق المستقبليه كيفاش تفكروا راح تساهموا في هذا المشروع ويتجسد من خلال هذا هذه الشبكه تكون بين المجتمع المدني بين الغابات بين البيئه. للاسف اليوم كان بامكانهم مش يحضروا معنا ولاخر مره لظروف طارئه ما حضروش ربما مازالت حصص اخرى ان شاء الله والقناه راهي مفتوحه ليكم ان شاء الله ولمثل هذه المبادرات التي تدخل في عمليه تنميه الولايه بكل جوانبها سواء كانت متعلقة بالتشجير متعلقة بالبيئة متعلقة بكل قيمة إضافة لهذه الولاية. فالقناة اللي مشاركة معكم في التغطية في كل شيء إن شاء الله بإذن الله. نعم. كلمني على الاستشراف والمستقبل. نعم العملية شكرا الأخ أحمد. إحنا كإدارة غابات إحنا نشجعوا مثل هذه المبادرات ونشجعوها بالبزاف. إحنا المشتل تاعنا إحنا المحافظة الغابات راهي مش غير من اليوم راهي تساهم في الخضيرات تاع ولايه الواد راهي من انشئت وهي تساهم من صيانه ولا غرس ولا ولكن احنا نزيدو نتابعوا هذا. عندنا مشتله اداريه باذن الله في انتاج حوالي فايت 40 الف شتله باذن الله راح نحطوها في ولايه الواد عند نوزعوها للمؤسسات التربويه المسؤوله للجمعيات للاحياء. ماذا بينا احنا نلقاو جمعيات ناشطين نرافقوهم كذلك ندعمهم بكل الوسائل المتاحه. كذلك حنايا كما قال لك اسمه راح نديروا عمليه التوعيه والتحسيس على مستوى الابتدائيات واكيد راح يكون فيها سليم حاضر ان شاء الله لان هذا الاخر اهم شيء هو النشا. نعم كونوا جيل الخلف هذا لازم يحب الشجره لازم لازم جيل اخضر نسموه جيل اخضر لازم يقف مستقيم. كاين مثلا مع الجيل الاخر مثلا دار البيئه ثانيه هي دايره نوادي خضراء يعني هي مشكوره ثاني في هذا المجال. ولما لا تكون مشتله في كل مشتله صغيره لا قبل الشيخ احمد الدين. نعم الشيخ احمد المشكل في المؤسسه تاعنا روح المؤسسات التربويه قليل المؤسسه اللي فيها النادي البيئه ولا النادي الاخضر. نعم وحنا قبل كنا نقروا
كانت النوادي موجوده، كانت نوادي موجوده يعني في المدرسه الاساسيه كاينين، كانت موجوده نعم، حتى كانت نوادي دار البيئه يعني ربما شاركوا مديريه التربيه ومدير الشباب والرياضه اكيد مديريه التربيه هي الاساس ديالنا، انا حاب فكره برك كلامكم هو كبير واعتقد راه يتصب في الفكره تاعكم، كيفاش نستطيع نشكل راي عام وطني او محلي في قضية تشجير البيئة هذه، وتتجند كل القوى الحية بما فيها المجتمع المدني، الغابات، البيئة، البلدية، الولائية، المجتمع، أعتقد الفكرة مش صعبة، أنا نشوف المشكل الآن في عدم التنسيق، كل واحد يخدم وحده. التنسيق كيفاش نجمع هذه القوى كاملة؟ أنتم في استراتيجيتكم، نعم. الشيخ أحمد ديدي، والله الجمعيات لو نقصها تحفيز، نقصها دعم، بصراحة. صح. لو حتى كي تخدم 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 تخدم، ومن بعد تلقى روحك نحكي بصراحه كما قلت انت الجمعيات اللي تدعم صحيح تجيب مبادره وتخدمها ودنيا كل ومن بعد تروح تلقى ناس اخرى راهي تكرم وتدعم وضايا مشكل تفشل نمشي نحوسوا نخدموا لوجه الله باش نحوسوا على نظر. لكن كيما نقولوا حنايا لازم يكون كاين تنسيق او مش تنسيق نتلاقوا اليوم لازم على الاقل كل شهر لقاء دوري صحيح كل سنه صح. على مدار السنه مثلا مجموعه من الغابات من المجتمع المدني من البلديه كذا كل شهر عندنا اجتماع ونتابعوا وين الاخطاء تاعنا واش درنا واش ما درناش الجمعيه اللي ما خدمتش هذه ولا. نقطه مهمه اثار الان لازم نشكلوا خليه هو في المرافقه والمتابعه ليس للقاء لهم ولكن للمتابعه للمتابعه ما نلوموش بعضنا احنا رانا تو كل رانا نصبوا في بلاصه واحده هدف واحد واش نديروا لازم ننشئوا خليه تنشئها جهه ما وهي نورمال تنشئها الخليه تنشئها البلديه نعم هو نورمال لجنه البيئه هي اللي تنشئها هي ترأس الغابات يجي وترأس المجتمع المدني يجي لان هي المسؤوله الاولى عن المساحات الخضراء راهي عندنا اباده جماعيه للمساحات الخضراء في ولايه الوحد راهي المساحه تاع الامير عبد القادر مقابله لمديريه التربيه راهي كانت جنه وهذا رجع هذا رجع ثاني عدم مواكبه التطور العمراني للمدينه المدينه تنمو نمو كبير يوم بعد يوم راهي تنمو وما ترفخهاش تهيئة وترفخهاش تهيئة الإقليم ومساحة خضراء هذا دليل على أن ليست هناك استراتيجية محددة بتوقيت محددة بمساحات محددة الناس تخدم هلالي يسموها لو كان شدوا لو كان شدوا لازم تكون مساحة خضراء لو كان نديروا اللجنة هذه وين والرهن عن ربع مساحات فقط الرهن عليهم عام المرة الجاية في الوقت هذا نتلاقوا نخرجوا للتيران الفيديو هذا وين نديروه في التيران قداش تزيد تستقطب من ناس اخرى صحيح ترجع فيها الثقه تو الناس واش عاد يقولوا احنا تشوف التعليقات مبادره جيده السقي مبادره جيده السقي مبادره جيده السقي رجع نقطه السقي نعم او حرام وهي اصعب او حرام حتى كي تهز عبد تربطها في بلاصه ما تعطيش الماء ما تعطيش الماء صحيح شجره كي تحطها في بلاصه ما تعطيش الماء راه حرام ما كاينش مرافقه وما كاينش مراقبه منهم من هو يراقب واش نرجع تو النقطة الأولى تاعنا هي البلدية لازم البلدية قبل ما ينطلق موسم التشجير في أكتوبر بإذن الله تلقى البلدية الستيرنا تاع الماء مجهزة التفعيل لجنة البيئة أو يكريو لجنة مش لجنة في لجنة البيئة فرعية فرع خاص بالمساحات الخضراء فرع في حتى 10 عمال ربع عمال من البلدية ربع عمال من الغابات هنا عندنا قريب 10 ولا 20 واحد كل يوم نوفروا حتى هذا عندنا كل نهار بعد نهار قال فان ترافاي نتلاقوا على 8 تاع الليل نخرج المساحة نطلع على المساحات شجرة اللي لا يمش تسقيش شجرة تقليم كذا وتشوف كيفاش تجي النتيجة إن شاء الله احنا على مستوى القناة راح نتابع القضية هذه وراح نوعدكم إن شاء الله راح تكون فيه حصص أخرى بحضور جمعية أخرى وتحضر فيها البيئة وربما نجمع كل الأطراف اللي عندها علاقة بالشجرة وربما نخلق نوع من النواة تتشابك فيها العلاقات من أجل هدف واحد هو إن شاء الله بناء مدينة خضراء مساحات خضراء لأن التحضر مهم جدا ولابد تكون هناك مدنية عندنا اليوم رانا نتعاملوا مع البيئة بواحد القوة واحد البشاعة ما تتصورش للأسف هذه البيئة التي نعيش فيها نعامل فيها كذا كيفاش أنت تعامل أبنائك ولا تعامل زوجك ولا البيئة هي زوجتك هي أختك هي الشجرة هذه اللي ترافقك ذاك اليوم شفت الرقم وصلنا إلى الوقت دقيقة الرقم الموجود عندك والرقم المشات اللي راهي تبيعها في الواد كون نخرج لازم كون نشوف نخرج نلقى رانا في جنة بصح كون نرجع الرقم هذا وين تلقى مراه 1% نجح منه كاين ولا صحيح هذا وشي راجع والله صدقني
المشكل كبير موش في الشجره، موش في اي حاجه، لازم في السقي، لازم السقي والمتابعه حتى في المواطن، حتى في المواطن الماء راهو عندنا، الماء راهو 40 سنتيم. نعم مشكل عندنا وشحتنا الماء والله. راهي شجره، راهي شجره في التل اترافقها مثلا، نقولوا حنايا قريب عامين ثلاثه، حنايا راهو خمس دقائق ما كانش شهر يهبط لعركها في الماء. ولازم ثاني المواطن انه ثاني المواطن وتسقيط الحس المدني في هذا الجانب. هذه تولي انتم كجمعيات، وانتم كنخرقوا اللجنه احنا هذه وين اللي قلت لك راهي مشكله من البلديه ومن الغابات ومن البيئه ومن المجتمع المدني، تولي كاينه خرجات ميدانيه. نعم خرجات ميدانيه. نعم. تروح تصحاب محلات، تروح كذا، تروح منا كذا، ولا ملا قعد معنا مديريه التجاره. نعم. نخرجوا اصحاب المحلات. صحيح. قال الشجره هذه وين راك مسؤول عليها راك كذا. صحيح. 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 وكان كان شوف كان حوايج تحفيزيه وتصبح الشجره محظيه ومحبوبه لدينا، وتعود عندنا علاقه مع البيئه، مع الاشجار، مع النباتات، تصبح علاقه وديه وعلاقه حب، مش علاقة تنافر نشاهدوه اليوم. تولد صغار تزرع في الشجرة وهو حاير فيها وشي. صحيح. وزيد الآخر كلمة أخيرة لكل منكم في هذا الجانب. أعتقد هذا موضوع كبير وشاسع ويستحق حصص أخرى إن شاء الله، راح نرفقوكم في كثير من الحصص بإذن الله إن شاء الله. تفضل أستاذ. والله مشكورين، هذا موضوع مهم جدا. نعم. وخاصة المواقع يعني تعيشه الولاية. نعم. بإذن الله إحنا كإدارة رانا أبوابنا مفتوحة لكل أطياف المجتمع، جمعيات، مواطنين. حنايا الهدف نتاعنا هو كما نقولوا احنا زياده المساحه المشجره بالولايه، وماذا بينا احنا نزيدوا نواصلوا. نعم. نزيدوا المساحه. احنا ماذا احنا الولايه مش عجبتنا باللي راه الوضع نتاعها. نعم. ماذا بينا كما قلت تضافر كل جهد. احنا كجمعيه هذو ناشطه نشجعوهم. نعم. مبادره هذو اغر الشجره ولا بلديه خضراء، ماذا بينا تكون في كل بلديه. نعم. دبيله خضراء ورماس خضراء، هذو كل راح يكون فيه تنافس بلديات ولا بين الاحياء كما راهم يديروا دروك المنافسه تاع كره القدم. راح يكون فيه تنافس كبير اكيد راح تكون فيها حتى مسابقات، اجمل محيط. وماذا بينا مثلا كشنو الناس خواص اللي عندهم قادرين يزيدوا مشاتل. نعم. تفعيل كل القوى. يتصلوا بينا نعطيهم قانون، كاين قانون خاص باه يديروا مشتله. نعم. مشتله غابيه ولا مشتله تزيينيه ولا. نعم. حتى هما يساهموا، لانه مثلا باش تجيب شجره من الشمال تحطها هنا ما يكونش تأقلم في. عندنا واحد عنده باجة يسموها أشجار الصحراء. شوفوا واش ينشط واحد الشاب. اي نعرف هذاك ربي يبارك. شوفوا واش ينشط هنا في الواد. هنا في الواد. نعم. في دبيلة ومن حسن عبد الكريم. نعم. والله نوجه له تحية كبيرة من هذا المنبر، يشوفوا واش ينشط واش راه ينتج وان شاء الله يكون ضيف، يكون ضيف باذن الله ان شاء الله. واش راه يقنعك في الشجره باللي هذه خاصه بالصحراء. اكيد اكيد. كذا يتابع الليل نهار كيما نقول احنا. مولاميتي يعرف. جميل جدا. كلمتك الاخيره، وربما لك شرف الكلمه الاخيره سي سليم. واش نقول في الكلمه الاخيره؟ احنا رانا اصحاب ميدان باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. احنا المبادره هذه وين نتمنى احنا مراهنين على 10,000 شجره. ان شاء الله. لكن احنا نتمنى تكون اكثر لما تكون كاين الدعم من طرف السلطات الاولى في الولايه، من طرف مديريه الغابات، من طرف البلديه. لكن كما نقولوا احنا باذن الله ان شاء الله نخرجوا من البلاطو هذا واني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يسمعنا رئيس البلديه هو المسؤول الاول على المساحات الخضراء، انه نديروا اجتماع ان شاء الله ونكريوا هذه الخليه اللي احنا حابين نديروها في ولايه الواد، نسموها خليه ولايه الواد، لتكون ولايه الواد خضراء، من الغابات ومن كل المديريات اللي راهي تابعه، باش ننسقوا مع بعضنا لتنجح هذه مثل هذه المبادرات. لان تو راني نشوف في عده جمعيات راهي تنافس بعضها في العمليات التشجير خاصه في ولايه الواد. احنا رانا كجمعيه، وكاين جمعيات اخرى راهي تنشط وراهي تنشط باش تدير وكما قال لك نكونوا من هذه هي الاصل في الكري الخليه هذه واني مشتركة. راح تكون عندنا عمل مع بعضنا مشترك إن شاء الله في عمليات توعوية، عمليات تحسيسية، عمليات متابعة الأشجار. ممكن نبدلوا من عقلية تاع غرس واحد النوعية تاع الأشجار. نعم. لما تنجح العمليات تاعنا ونراهنوا على مساحات فقط، نجيبوا ربع على خمسة مساحات في ولاية الواد ونراهنوا عليها لمدة سنة ونشوفوا التغيير وش يكون إن شاء الله. وبعدنا ان شاء الله امال كبيره. جميل جدا. اكيد الرهان السوفي يرفعه دائما ان شاء الله. راهنا على ان تكون الولايه الاولى مموله في الخضر والفواكه، واصبحت الواد قطب زراعي. يا رجل صاحب همه، واعتقد بامكانه ان يرفع التحدي وان
على أيديكم إن شاء الله وكثير من الأجيال. أعتقد أن الشعب شعب الوادي معطاء وله إرادة وهمة كبيرة، ولكن يتطلب الدفع ويتطلب الاهتمام، خاصة أن السلطات المحلية لسيما المجالس البلدية والولائية بالدعم، سواء على مستوى العتاد، على مستوى السقي، على مستوى الأشجار بصفتكم أنتم راكم ساهمين. أعتقد سنشاهد يوما ما مدينة الوادي مدينة خضراء كباقي المدن، تتنفس هواء نقيا وتكون قد شفيت تماما من هذه البقعة السوداء والنقاط السوداء وهذه المفارغ الفوضوية وهذه الأتربة وهذا الغبار وهذا التلوث. أعتقد اليوم رانا في فضاء آسن حقيقة بالإرادة وبالعزيمة وبالعلم والمعرفة، نستطيع أن نعيش أفضل وأحسن في كما ذكرت في بيئة نقية نظيفة، مياه شرب صالحة، ربما أشجار التي تكيف المناخ وترطب المنطقة هذه، جمالية المكان أيضا الشجر لها دور كبير ياسر. أشكركم جزيل الشكر على حسن الوفادة وحسن أنكم لبيتوا دعوة القناة في هذا الجانب، وإن شاء الله القناة كما وعدناكم سترافقكم أيضا للتنمية هذه. في فورم التحرير فتحنا نافذة على التنمية، بدأناها بالحصة الفارطة المتعلقة بالتنمية بصفة عامة، واليوم بدينا بعملية التشجير، وسنفتح مجالات أخرى للتنمية حتى نشارك المواطن ونشارك كل الحساسيات المجتمع المدني وغيرها وإدماجهم إعلاميا في هذا الجانب. ربي يوفق الجميع، أشكركم جزيل الشكر على ما جدتم به من أفكار ومن تحمل مسؤوليات ومن حب المنطقة وحب الوطن. أشكركم دائما كما أشكر الذين تابعونا على قلتهم، المفروض كانت ربما أهل سوف يتبعوا الحصة هذه بالملايين مش بالألاف، لأنها حقيقة حصة تمس عمق المأساة اللي يعانيها تعانيها البيئة ويعانيها المجتمع وتعانيها التنمية في هذه الولاية. المجتمع عادي يمن بالملموس إن شاء الله. أشكر كل من تتبعنا وكل من علق وكل من أدى برأي، كما أشكر على العرض التقنية فتح شايب. هذا أحمد ديدي يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء.